ايوه طبعا في معلومات البنك الرئيسي التنمية والإئتمان الزراعي. اول حاجه وطلبنا اقاله على شاكي ومستشاري، ده اول طلب. ليه عاوزين تقولوه؟ عشان حرام. اولا الجماعه بتوع الشؤون الماليه اكتشفوا حكايه 8 مليار جنيه دي، اللي هو بيجيبهم فلوس بيطلع عليهم فايده 14%، وهو عامل مديون خزانه بناخد فيهم 6% ولا مش عارف كام يعني. فطبعا ده دي مشكله يعني. والتاني تاني حاجه عايزين نتسوى بالبنوك المصرفيه. احنا بنك وبقالنا تتسوى في ايه؟ ايه اللي المختلف؟ كل حاجه مختلفه. اولا مرتبات، ثانيا حوافز، ثالث حاجه هم السياسه الائتمانيه الخاطئه اللي شغلنا فيها من سنتين بتاعت مصريع عكاشه وسط العميل خلت العملاء يمشوا خالص، وبقى الاساسي في الموضوع بقى ما فيش اتجاه خالص. طيب دلوقتي انتوا عاملين الاحتجاجات دي من اول امتى؟ بداتوها امتى؟ من حد اللي فات ثلاث نهار. تمام. طيب انتوا دلوقتي ناويين تصعدوا ازاي بكره؟ والله يعني زي ما نشوفوا احنا وبنوك المحافظات هيجوا بكره، مش هيشتغلوا اساسا. حرامي مش هيشتغلوا اساسا بنوك المحافظات، وهيجوا بكره نعمل وقوف خالص. مش هنقفل الشهر بكره 28، مش هيقفلوا الشهر، وهيحصل طبعا البنك مش هيشتغل، فكل بنوك المحافظات جايه بكره. طيب يعني بنتوقع الافات موجوده بكره هنا في الاصعيد. عدد 20,000. طيب هل انتوا ناويين على الاعتصام المفتوح ولا دول هيجوا يوم ويروحوا؟ لا هم قالوا ان احنا قاعدين، قالوا بتوع المحافظات مش هنفتح شهر لما اعلن اي مطلب. طيب قول لي يا استاذ، انتوا عندكم نقابه ولا ما عندكوش نقابه؟ عندنا نقابه فاشله نقابه من العاده تبع لحسين مجاور. من العاده القديم اللي سقط، فسقط كل النقابات، سقط بجوال الدستور، كل حاجه ملهاش لازمه. بس لسه هيستقطعوا منكم برضو شهريا اشتراكات النقابه دي؟ ما انت عارف كانوا بيستقطعوها. بيقطعوا جنيه. جنيه ده بتقطع عادي.